السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اللي راح نتكلم عن حاجة مهمة شديد في جسم الإنسان، وحاجة مهمة شديد للإنسان اللي هي بسموها المخ، وبالذات المخ هنتكلم عن الذاكرة، يعني إيش الذاكرة. أول حاجة لما نعرف أو لما نحن نتكلم عن الذاكرة بنكون حاسين في إنه الذاكرة هي الحاجة اللي تخلينا نتذكر الحاجة اللي حصلت في الماضي، بس الحقيقة في الحقيقة دي ما الحاجة الصح، وحنعرف الحاجة دي من نهاية الفيديو ده. طيب خلينا أول حاجة نتكلم عن زول حصل له عملية قبل كده اسمه هنري ماليسون. هنري ماليسون ده كان عنده مشكلة في المخ، فقاموا عملوا له جراحة، شالوا حاجة من المخ اسمها هيبوكامبس، شالوا عبارة انه كان فيها مشكلة. فبعد اليوم الثاني يقول انه في مشكلة، انه الراجل ده ما بيتذكر الحاجات اللي بتحصل بكره، حصلت امبارح ولا اول امبارح ولا اول اول امبارح. فالعلماء بدوا البحث عن الذاكرة، الكلام ده كان في عام 1960، فبدوا البحث عن الذاكرة، فلقوا ان الذاكرة بتتقسم لاثنين، حاجة اسمها implicit وحاجة اسمها explicit. implicit دي الحاجة اللي عندها علاقة بال implicit دي اللي عندها علاقة بال habits والحاجة اللي انت بتعملها كل يوم. يعني كمثال، انت ممكن تركب عجلة حتى اذا انت عندك فقد للذاكرة، لان يعني العجلة اصلا بقت حاجة واحدة من حياة الجسم وتعود عليها. في الـ explicit عندنا حاجتين، حاجة اسمها semantic. semantic دي اللي هي حاجة بتتذكر بيها الحقائق التواريخ والحياة بالشكل ده. في حاجة تانية اسمها epidemic. epidemic دي هي حاجة الشخصية، ودي بالضبط هنري ما قدر يتذكرها. فبيجي هو ما مذكر حياته الشخصية، لكن في نفس الوقت بيتذكر التواريخ، بيتذكر الحقائق اللي حصلت، وبيقدر يركب العجلة اللي هو كان ركبها قبل كده، وبيسوق عربية، يعني الحاجة خلاص بقت بالنسبة له هو حاجة ماشية. فدي كانت البداية الأولى للعلماء. بعدين فكروا في إنه طيب نحن عرفنا الذاكرة مشكلتها وين، كيف نحن ممكن نحل، أو كيف نحن ممكن نزيد تذكر الناس بالحاجات أو بالحاجات اللي بتحصل. فقاموا جابوا ناس بيقروا بكلاريوس، وقاموا عملوا كالآتي، أدوهم تيست. في التيست جابوا الطلبة المعدل بتاعهم كان 460، وقفوا التيست، عملوا مديتيشن. المديتيشن اللي هو الناس اللي هو بتقعد وكده، ما ادري عارف الحاجات بالشكل كده، اللي هو التأمل. بعد ده قاموا ادوهم التست، الناس جابوا 520، فزادوا من 460 ل 520. شوف كمية الإجابات الصحيحة بس بالمديتيشن. بعد ذاك العلماء اللي قلنا الحاجات اللي بتزيد الذاكرة بتاعتنا ثلاث حاجات، الحاجة الأولى الأماكن، الحاجة الثانية العواطف حقتنا، والحاجة الثالثة القصص. الحاجة دي كيف؟ لقى انه انت بتذكر دائما الحاجات يا اما بالمكان انت كنت قاعد فيه، او بقصة انت خدتها في راسك، او عبارة عن موشن كانت حصل فيه، اذا كنت زعلان، كنت غضبان، كنت فرحان، كانت حصل شنو. فدي هي الحاجة اللي بتذكر الذاكرة. لكن في النهاية الذاكرة ما هي المكان اللي احنا ممكن نصور فيه الذكريات حقتنا، دي المشكلة. يعني الذكريات بتاعتنا قاعدة في الذاكرة، أو في ذاكرتنا في المخ، دي من الحاجة الحقيقية حصلت، لأنه في 50% أو 50% من الحقائق دي بتتغير بمرور السنوات. فبعد ذاك لقينا إنه الحاجة الأساسية للذاكرة ما إنه هي تتذكر لنا الحاجات. لما لقوا سألوا نفس الناس اللي عندهم فقد للذاكرة، إنك أنت في المستقبل حتعمل شنو؟ فهم ما عندهم فكرة عن المستقبل ولا حاجة. فالهدف او العلماء حسوا يوصلوا انه الهدف من الذاكرة ما انك تتذكر الحاجات، بقدر ما انك انت تعرف الحاجات اللي ممكن تحصل في المستقبل، هي شنو، تقدر ترتب لها، وتقدر تشوف الحاجات اللي حصلت غلط في الماضي وتعديها لقدام. ولحد هنا نقول لكم شكرا جزيلا، اشوفكم بخير. 520 520 ايوه 520. الايموشن بتاعتنا والاماكن، الاماكن قلتها ثاني صح؟ ايوه.